قبل ما نتابع فقراتنا مع جون مثل ما وعدنا على المحطة التالية بعد شوي على غير موجة والموسيقى، رح ننتقل نحن وياكم لعند الشيف حسين ونكون مع أولى التحضيرات ضمن ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا أربع وصفات، ثلاث وصفات ملح ووصفة حلو. عندي بسبوسة أو بسبوسة الكيك بالحامض، هذا طبق الحلو. أما عنا ثلاث وصفات ملح، الدجاج بالكاجو، سلطة الدجاج وشمندر وبروسكيتا الكوسة. أنا وياكم مثل العادة مشاهدينا، خلينا ننتقل لنبلش بوصفة الحلو. طبعا لنفوت طبق على الفرن، عندي الفرن حامي على حرارة 180. هون أنا في عندي برش حامض بالخفاقة الكهربائية أو بالعجينة الكهربائية، بضيف الزبدة، بخلط المزيج مع الزبدة. فكان صار في عندي مشاهدينا من برش الحامض وايضا عندي طبعا من الزبده، هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، فكان هاي المقادير على الشاشه. بعد ما ينخفق الزبده وبرش الحامض راح ضيف لالون طبعا السكر. اوكي، صار الوقت ضيف انا السكر. بهالوقت بدي اذكر كمان لكان مشاهدينا ضفنا السكر. طيب هلا المرحلة بعد السكر بدي اضيف انا طبعا من البيض. اوكي، رح اضيف لكين لهالطبق بيض، بخفقهم مع البيض، برجع بضيف كمان بيضة تانية. هون عندي على النار طبعا في عندي المي، لان الكاجو الدجاج مقدمه مع الباستا، فانا رح احط الباستا بالنار وايضا او بالماي. حطيت انا مشاهدينا بالماي من زيت الزيتون، او فيكم تحطوا زيت نباتي ورشه ملح. بضيف البيضه الثانيه، اذا لاحظتوا ضفت بيضه ورا الثانيه، لكن عندي برش حامض، عندي زبده، عندي سكر، وايضا مشاهدينا ضفنا البيض، عندي عصير حامض، وعندي كمان من الفانيل. هلا بجي بضيف الفانيل لهالطبق، برجع ايضا بستعين بالسميد الناعم. كمان بضيف عصير الحامض، ايضا هون بضيف كمان من الحليب، وايضا في عندي الطحين. كمان هون نحن مشاهدينا بنضيف الطحين وبنرجع نخفقهم مع بعض. لكن بسبوسة او كيك البسبوسة بالحامض، اوكي. لكن برجع بعيد لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، حطيت برش حامض، حطيت زبده، خفقتهم كثير منيح مع بعض، رجعنا ضفنا السكر، ايضا ضفنا البيض بيضه ورا الثانيه، ضفت عصير حامض، ضفنا فانيل، ضفنا سميد، وايضا مشاهدينا ضفنا كمان ايضا من الطحين. هذا الخليط صار جاهز لكن عندنا، لكن الكيك البسبوسه صار جاهز. رح احطهم انا بصينيه وفوتهم على الفرن على حراره 180. هون بدي بطن الصينيه بورقه زبده، او بدي احط لها زبده ادهنها بالزبده مع رشه طحين ومفوتها على الفرن. عندنا الفرن حامي على حراره 180. هلا طبعا بتاني فقره رح نحضر صدور الدجاج. صدور الدجاج رح نتبلهم بصلصه الصويا، وايضا رح نتبلهم بالنشا مع فلفل اسود ورشه ملح. رح اقليهم وحضرهم انا وياكم بتاني فقره. اما هلا برجع بذكر كل المشاهدين، اذا حدا عنده اي سؤال طبعا بحب يسالنا اياه، في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي رح يمرق قدامنا على الشاشه، وانا كل نهار خميس بجاوبكم على كل اسئلتكم. لكن مشاهدينا عندي الباستا، هون الباستا فيني حط مواد دهنيه بالماي، يعني زيت زيتون او زيت نباتي او زبده، طبعا هون نحن بنحطهم لحتى ما تعجن عنا الباستا، او فيني روح للطريقه الثانيه، شيل الباستا ما حط لها مواد دهنيه بقلبها، شيلها وبردها. طبعا بعد ما بردها حط لها
من المواد الدهنيه زيت زيتون او زيت نباتي. بما انه الباستا بتحب زيت الزيتون، انا بحب حد زيت الزيتون احسن من زيت النباتي كصحيا، وايضا بيعطي نكهه زيت الزيتون افضل من نكهه زيت النباتي. لهالسبب انا رح شيلها بردها وارجع احط لها من زيت الزيتون. طيب هون هلا ما رح اشتغل شيء بتاني فقره انا وياكم، طبعا رح نتبل الدجاج، منتبل الدجاج صدورة الدجاج المسحبة، ومنحضر الشمندر. الشمندر بدنا نسلقه، بده حوالي ساعة على النار. رح نشيل الشمندر نقطعهم وبخبركم بعد شوي بالتفصيل. هلأ بالعودة للغادة. يعطيك ألف عافية شيف. نحن فورا مثل ما وعدنا المشاهدين رح ننتقل لعند جون على غير موجة وبوب مارلي. يطلع لنا حلقه مع انه بعد ما اكلت ولا شربت ولا شيء. ايه نفسيا صح. كيف وضعك؟ هي بتعرف المشكله وين؟ متكل انا الاحد بجي بتكل على عايده اجيب ترويقه وبنتروق. عايده عايده على عم تعمل ريجيم دايت فما ما فيك تتكل على شيء. يلا عن جد امرك لله وتفضل. صح، اليوم رح نحكي عن شخص ارتست، ون اوف ذا بيجست ارتست بعتقد وورلد وايد. حبيت اعمل مثل تريبيوت له، يعني هو ما في ذكرى ولا شيء بس حبيت اعمل تريبيوت له ونسمي الناس الموسيقى تبعه، نعرف عن بوب مارلي. في كمان عندك ميكست فيلينجز عن بوب مارلي، يعني دائما اسوسييتد هو بقصص الليجل فينا نقول، بس هو عن جد بدك تحكي بوب مارلي يعرف كراستافاري. راستافاري هو وقت انت بالجامايكان كلتشر توصل للسبيريتشوال ليفل، يعني بتصير انت مثل يو بريتش، يعني مثل عم تدعي السلام، عم تدعي الناس يكونوا مبسوطه. هيك صار بوب مارلي. هيز ا ميوزيشن وكمان راستافاري بيقول، يعني وقت انعمل الدفن تبعه لبوب مارلي ب 11 ماي 76 او 81 بعتقد سوري، انعمل كراستافاري، يعني هيدي هايست ليفل فيك توصلي له انت بالريليجن تبعهم كحدا شخص عادي. يعني بوب مارلي يعرف بالاغاني الراجي تبعه، بلش بباند اسمه ذا ويلرز. ذا ويلرز بال 76 هيدي قرروا ينفصلوا، وهو كمان السولو كارير تبعه. في عنده البومز كثير كبار، يعني من اهمها اغاني بعدنا لهلا بنسمعهم للاغاني. كل الاغاني تبعهم عنده مسج عم بجرب يوصلون، اهم شيء هي السعاده كانت عنده. في عندنا فيديو رح نقطعه كمان بعد شوي عن بوب مارلي عم يحكي عن المصاري. بتعرفي يعني كمان الشخص وقت يصير بهالليفل بصير في عنده كثير مصاري، بصير يعني كل شيء متاح صار له، وبيسالوه انه انت هلا المصاري جبت لك السعاده. رح نحضر الميوزك الفيديو الصغير هو 30 ثانيه بنعرف الجواب في السبتايتلز تحت، بتشوفوا شو الجواب تبعه كان، يعني قد ايه ليه كمان وصل لهالليفل تبع الرستافاري. بس قبل نحضر الميوزك فيديو له، يلا بنبلش مع بعض. تفضل. Thank you.
أغاني لباب مارلي. رح نكمل مع أغاني بعد لباب مارلي، بعتقد رح نسمع له. عندي كثير أغاني له، بس بعتقد رح نسمع. بس أنا كنت عم طلع على الديتاي، فرق بين واحد أنت كان يعني الكونسير كيف كان ينعمل وكيف هلا. صح، دايما هيدي عطيتها المعلومة آخر مرة. صح، قد في عندك الكونسرت، في عندك الناس، في عندك الفوكلز معه طالعين، في عندك الباند، باند طويلة عريضة، يعني عندك بيس، عندك جيتار، عندك البطارية كلهم عم يلعبوا معه. عن جد تحسي في كونسير، يعني اخر يعني الشخص الوحيد بعتقد عم يعمل بعده كونسيرات هيك هو روبي ويليامز. طلعناه اخر مرة وحضرنا الميوزك فيديو تبعه لايف، كان كمان بتشوفي كمان عنده اوركسترا طويلة عريضة وراه. يعني ليل كتير صار الارتست اللي عم يعملوا هيك، هلا صاروا يحطوا بلاي بيغنوا هن، يا ريت عم بيغنوا اوقات، يعني اوقات عم يعملوا، عم يطلع على السي دي وعم بيغنوا، عم يعملوا حالهم بلاي باك، عم بيغنوا معهم. في عندنا غنية دائما الاغاني تبعه، اذا بدك تحضري التايتلز تبعهم قبل ما تسمعي الغنية، يعني هلا كود يو بي لافد عم بغنيها، غنية بتقروا الليركس تبعهم فيري مينينغفول. في عندك دونت وري بي هابي، في عندك ثري ليتل بيردز، قررنا نسمع اليوم شو؟ شو؟ كلهم ثري ليتل بيردز بس هيك؟ اسمع هلا الصور تبعه والستيلز اللي حاطينهم. كمان كنت عم اقول لك غير باب مارلي الاغاني هو اللي عملها، في عندك باب مارلي الفاميلي تبعه، يعني في عندك ديميان مارلي، في عندك اللي هلا نزل البوم جديد حكينا عنه اخر فتره، عنده اغاني كمان غنيه اسمها بيشنس اللي عملها كثير مشهوره، غناها مع ناس يعني ون اوف ذا توب سونجز. باب مارلي كان دائما هو مثل ما قلنا راستافاري يوز تو بريتش، شو كمان كان بده هو ينعمل افريكا كونتيننت واحد، كونتيننت بده بلد واحد، كان هو يعني الحلم تبعه تكون افريكا بلد واحد، يكونوا كلهم مجموعين مع بعض، يكون عنده عمله وحده، ويكونوا كلهم يحبوا هالارض اللي هن عندهم اياها بدل ما يبيعوها مثل ما بيقول هن للاجانب. يعني بده يرجع يوقفوا كل الناس مع بعض ويدافعوا عنا، بدك تقولي. وات واز فيري فيري بيج مسج، يعني دائما انت وقت تشوفي باب مارلي شو ما كان في عندك سوفينير عنه او عن تيشرتات حتى عن باب مارلي، دائما في عندك الكونتيننت تبع افريكا، يعني هو دائما كان اول شيء بريتشينج فور افريكا. معه حق، يعني انه يمكن من اكثر القارات اللي فيها هالقد ثروات. صح، هو بيقول لك دائما يعني في عندك غنيه غنيه لالون افيرز اوف ذا افيرز اوف ذا هارت، بعتقد لديميان مارلي عم بغنيها، عم بخبرك انه كيف بلد كل شيء شو عنده وكيف باعون برخيص لحدا تاني. يعني دائما هذا كان المسج، هذا الرستافاري كان يعني غير البيس. كنت عم بحكيك عن فيديو نحن عنا اياه كثير قصير 30 ثانيه عن باب مارلي عم يحكي عن المصاري، بيسالوا ريبورتر انت شو رايك، يعني هلا في سبتايتل رح نرجع نحكي عنه بعد الفيديو، بس بيسالوا انت انه مبسوط لانه عندك مصاري، بيجاوبوا نحضره مع بعض. You made a lot of money out of your music? Money.
I mean, what is how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Possession make you rich? I know I don't have that type of richness. My richness is life, forever. هذا هي عن جد الفيديو انترفيو كان قديم ورجع هلا تريسيرفست على الانترنت جوينج فايرل كان باخر فتره من ورا هذا الجواب اللي عم جاوبه لانه دائما يعني في عندك ناس بيقولوا لك انه بوب مارلي والارتست واكيد كان هيك لانه بيرجع بجاوبك وبيقول لك انه هو الريتشنس تبعه الحياه مش هم مصاري يعني وبيقول لك هو يعني بيساله الريبورتر انه دو يو هاف ا لوت اوف موني بيقول له انه هاو ماتش از ا لوت يعني ما في عندك يعني ما في كل واحد نسبه يمكن واحد اذا معه 1000 يعتبر هيدا بالنسبه له كثير كبير صح واذا معه 10 ملايين كثير شو بدنا نسمع في شو بدنا نسمع نسمع كثير يا بس قلعت الغنية جون ما بيقدر هاي سمعناها شو بعد ما نسمع كل عن جد كل الاغاني تبعه يعني ما تقول هاي الاغنيه مش حلوه يعني في عندك اشهر اغاني له يعني في عنا نو ون من نو كراي بعتقد اكثر غنيه معروفه له اكثر غنيه بيحكوا عنها الناس دونت وري بي هابي از ذس لاف تريت بيردز يعني هول الاغاني اللي سمعناها كلهم هلا وهي الحلو ببوب مارلي اللي عم نحكي عنه هلا واللي رح نحكي عنه هو الليجاسي اللي تركها يعني ون اوف ذا توب ارتست بالعالم يعني بالهول اوف فيم تبع الارتست بيجست سيلينج البومز فيها نحكي كمان وبعدين الليجاسي اللي كملت مع اولاده كمان كيف هن قرروا يكملوا كمان بالاغاني تبعهم ويكملوا بذات المنتاليتي بذات الروح بذات يعني الستايل تبع بيون تراكون وماشيين فيها الاغاني كمان يعني they are banking فيك تقولي on the legacy تبع بوب مارلي بس كمان مشوا بطريقه مضبوطه مانا هيني بس انه واحد صح لحدا to fill his shoes يعني كثير صعبه كانت تقلون بس بنفس الوقت نجحوا بالشيء اللي عم يعملوه انا عن جد بنصح المشاهدين فوتوا يسمعوا اغاني لبوب مارلي يتعلموا عن حياته يعني هو كمان مات بعمر كثير صغير 36 سنه كان عمره اجى هي هذا تايب اوف كانسر تاذى منه ومات وكان وقتها فيري بيج دفن كان كثير كبير وعالمي كان ونقل هو بعدين كان بجامايكا نقل على يو كي رجع نقل على نيويورك وعيش بامريكا وتوفى هونيك في عندك هلا ستاتوز اول اوفر ذا وورلد عن بوب مارلي بيحكوا عنه هذه الحلقه اليوم كانت ميرسي
احد باقي معنا ولا ما بعرف حسب الشيف مع زنبوك المنيات اليوم بلا بلا تشيكن كاجو طيبين خليكم معنا مشاهدينا انتم كمان رح ناخذ بريك ونرجع نتابع فقراتنا